العراق في دقيقة، أهلا بكم. بحث رئيس مجلس الوزراء محمد إشاع السوداني في أربيل مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ملفات رواتب موظفي الإقليم وحصة كردستان في الموازنة وقانون النفط والغاز. أكد عضو اللجنة المالية النيابية مضر الكروي دعم الرزنامة المدعومة لمواجهة حمى ارتفاع الدولار، وقال الكروي إن ارتفاع سعر صرف الدولار بلغ مستوى مثير للقلق. أكدت وزارة الموارد المائية أن ملف التفاوض بشأن حصص العراق المائية كبير وسيادي ويحظى بدعم حكومي، مشيرة إلى أن التفاوض مبني على أساس أن الملف المائي للعراق يشكل أحد محاور الأمن القومي. ألقت قوات الشرطة الاتحادية القبض على عصابة المتاجرة بالمواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة إثر كمين محكم في مدينة الصدر في بغداد. في الختام شكرا طيب المتابعة، إلى اللقاء.